الدولة المصرية، هي من الدستور المصري الصادر سنة 2014، واضح جدا أنه حدد لنا أشكال جديدة لتنظيم الإعلام في مصر، بعد أن كانت هذه التنظيمات تقع في أوضاع صعبة. الأوضاع الجديدة أن لدينا ثلاث هيئات، أي المسؤولة عن الصحف المملوكة للدولة، بالنسبة للدستور مجلس القومية، الصحف المملوكة للدولة، وأيضا هيئة أمين الإعلام مسؤولة عن إذاعة التلفزيون المملوك للدولة، وضحت إذاعة التلفزيون. ثم مجلس إدارة تنظيم الإعلام وهو المسؤول عن باقي أنواع الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات الخاصة، وأيضا مسؤول عن وضع السياسات العامة للدولة في مجال الإعلام بصفة عامة وأخلاقياته والمهنية. هذا التنظيم الذي وضعته الدستور من المهم جدا أن نقر بأنه يحتاج إلى وقت للاستفادة من التجربة التي تطرحها هذا الدستور. هذا النوع يساعد على استقرار ودعم مؤسسات الإعلام، لا أقول مؤسسات القومية وحدها على الإطلاق، مؤسسات الدولة تشمل نوعين، مؤسسات مملوكة للدولة والإعلام الخاص، الاثنين جناحي الإعلام، ولا بد أن يتكاملوا معا، مش يتنفسوا لهدف بعضهم، ده غير مطروح على الإطلاق. الأمر يتطلب تكامل بين الإعلام الخاص والإعلام المملوك للدولة، دولة الإعلام القومي حتى ولا الإعلام الدولة في حد ذاته، لم دولة اسمها الاثنين. من هنا تأتي أهمية دور هذه الهيئات في استقرار الإعلام المصري حتى يستطيع أن يؤدي دوره. هو دور المنطقي بالدرجة الأولى. عندما يستقر الإعلام وتنتهي مشاكله ويستطيع أن ينهض من خلال حل المشاكل بتاعته وتطويره وإدارته، كي ينهض استقرار الإعلام حتى يستطيع أن يؤدي دوره في التوعية، دوره في طرح المعلومات الصادقة، دوره في وجود معلومات يلجأ إليها الجمهور وحده دون هناك دي معلومات مشوشة أو معلومات مشوهة. من هنا الحيام الإهتمام الهيئة الوطنية للصحافة كان يهتم بهذا الجانب بشكل كبير جدا. حل المشاكل ما بنغرقش فيها دكتور شريف زي ما أنت متخيل، لكن هي الأمر يتطلب كده. ما أنا عشان أبتدي أسمح لي مشاكل لازم أتحسس هذه المشاكل وأعرفها سواء في الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإعلام. ثم بعد معرفة هذه المشاكل بد من عمل على حلها. ده دور رئيسي، دور موجود، لكن هذا هو الدور الوحيد على الإطلاق. يتطلب العمل تبقى الدستور لأول مرة الدستور يعطي حق للهيئة الوطنية للإعلام والصحافة إدارة وتطوير. القضاء ما فعلوهاش، ما نفذوهاش، بيحاول يتجنب مسألة الحبس من خلال الغرامة، لأن المستقبل كله للغرامة مش الحبس على الإطلاق. لكن بكل أسف أنا قدام قوانين يستطيع الوطن يحكم بيها ويحكم بالحبس ومحدش هيلومه على الإطلاق. هذا القانون محتاج تعديلات في قانون العقوبات، وده ما تمش حتى الآن رغم أن الدستور بنص على حظر الحبس، وأيضا محتاج قانون مباشر واضح يحظر الحبس، وهنا مش الصحفيين بس، القانون سوف يمتد أيضا لإذاعة التلفزيون للمذيعين والمعيدين والمخرجين حتى لا تكون المسؤولية إن أنا بتكلم وأواجه بحبس، لا، الخطأ المهني يواجه مباشرة بالغرامة، وتضخم ما تشاء، ارفع الأرقام اللي أنت عايزها بالملايين، حتى استطيع ان اكون حاسس بعد كده ان انا ما غلطش، اتحرى الدقه، اتحرى الصدق في المعلومات والبيانات اللي انا بقدمها. لكن كل هذا حتى الان لا يوجد لدينا قانون يحظر حبس الصحفيين، ودي نقطه برضه بدون قوانين مطروحه. ايضا زي ما اصيب في الجلسه السابقه قانون حبس الصحفيين الجديد، حتى الان كل هذا لم يخرج من درجه الرقابه الى مجلس النواب، حتى هذا اللحظه ما زال هناك في هذا القانون ماده تمنع الصحفيين من أي مساهمة في أي ملكية.